السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جميل ان ايدرغام نزل ايدرغام 2، فبقى فيه تطوير جدا في الصور اللي بتعمل. الموقع ده جميل جدا، الميزة ان انت تقدر تكتب اي برومت وتقول له انا عايز في كلمة معينة عايزة تظهر، مثلا تكتب اسمك، تكتب مصر. اغلب المواقع بتقلب الكلام وبتخلي في مشاكل، وهنا بتحدد عايز تعمل ماجيك برومت ولا لا. يعني لو انت عايز يلتزم بالكلمة اللي انت كاتبها له خليها اوف، عايزه يعدل فيها وتستخدم الماجيك برومت خليها اون، انا خليها اوتو. هو لو لا تكست صغير يبدأ ان هو يطور فيه. وهنا الاسبكت ريشيو والفيزابيليتي تظهر الناس كلها ولا ليك انت بس. الموديل كان زمان واحد، دلوقتي بقى تو لسه نازل من يوم او يومين. هنا الالوان، بقيت الالوان اللي انت بتحبها دي ما كانتش موجودة. ونشوف الصور اللي هو بيعملها، بيعمل صور رائعة الصراحة، وبيوريك صور كتيرة بحيث ممكن في صورة تعجبك، فانت عجبك مثلا دي تقدر تاخد البرومت وتستخدمه. فكرة ان هو يكتب اسمين بالشكل دوت دي حاجة خطيرة جدا، مش موجودة في اغلب المواقع الخاصة بتوليد الصور. زي ما انتم شايفين عامل الصورة بشكل قوي جدا، الاسم مكتوب مظبوط. اغلب المواقع بتقلب الحروف او تعملها بشكل وحش، تمام. هنا عاملها بشكل جميل، مثلا انا عجبني المنظر دوت، هدوس عليه اشوف البرومت، وده الماجيك برومت، فانا هستخدم البرومت زي ما هو. ووصف كل طائر، غالبا ده متولد بالذكاء الاصطناعي، يعني اداله صورة وقال له صف لي الصورة دي، ف يعني كان عنده ضمير كبير قوي وهو بيعمل الصورة. هنا بيقول لي اوتو ولا جنرال، ولا عايزها رياليستيك، ولا عايزها ديزاين، ولا عايزها 3D، ولا عايزها انيمي. ممكن تقول له اوتو او تعال نجرب مثلا رياليستيك ونقول له جنريت. طبعا عشان احنا نسخة مجانية بيقعد تقريبا 15 ثانية، لو عملت ابجريد بيبقى اسرع. اعمل لي الصور بالشكل دوت، عجبك الصور تمام، ما عجبكش هتقول له جنريت هيعمل لك صور مختلفة تماما، يعني حتى نفس البرومت ونفس كل حاجة هيعمل لك حاجة مختلفة تماما. لو في حاجة مضايقك غير تكست لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. دي صور اتعملت بالبرنامج دوت، والصراحة ما شاء الله صور جميلة جدا ورائعة، أتمنى تعجبكم. دي صور برضو عملتها بحساب تاني، تقدر كل شوية تدخل على حساب تغير وتبدأ تعمل صور تانية. لو عجبكم الموقع ياريت تقولولنا، لو في مواقع أفضل ياريت برضو تكتبولنا في التعليقات.